من لازمة الكفارة فالكفارة كما قال عز وجل فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، من أوسط يعني الوسط، لا العالي ولا الأقل، وليس معنى الوسط هنا الخيار يعني الأفضل، لا الوسط، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين في شأن الزكاة قال إياك وكرائم أموالهم فإنه يطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. إذن أنت مخير بين تحرير رقبة إطعام 10 مساكين بقدر ما يشبعهم سواء كان نيئا أو مطبوخا على الصحيح، يعني لو غديتهم أو عشيتهم فيكفي وجبة واحدة، إما وجبة إفطار أو غداء أو عشاء، ولا بد من 10، ولا بد من 10، ولا يلزم أن تكون في يوم واحد أو في ساعة واحدة، لكن يسارع، بمعنى لو أطعم في هذا اليوم 5 وفي الغد 5 بحث عن 5 آخرين فلا بد من 10. فإن كانوا أقل من 10 لم يجد أو ليس عنده مال يطعم أو يكسو به الفقراء. والكسوة قال الفقهاء بقدر ما يستر عورته في الصلاة، ولذلك لو أعطى مثلا 5 كسوة و5 إطعاما فلا إشكال، لكن الأولى أن يجعل الإطعام للعشرة أو الكسوة للعشرة.